السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم حمزة بقناة حمزة 566. فيديو جديد. اليوم راح اعلم اليوم راح اعلمكم كيف تجيبوا السكنات على مونكاس. طبعا سكنات كتير في مع الوحوش هذولاك الزعاطيط اللي بيكون معاكم والقبعات الكتار. فاول شغلة طبعا انا ترك لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. فانا دور ما لما ادخل على كروم دغري بيطلع لي الرابط هاي، بضغط عليه ضغطة مطولة. طبعا الملف يعني ومفيش له مساحة اصلا، مساحته قليلة صغيرة كتير. هاي 39 كيلو بايت زي ما شفتوا تحت. فهاي الملف نزل معاي، بتجي هون تروحوا على ملفاتي. فبروح على وحدة التخزين، بعدين برجع على الفترة الزمنية، بعدين بنزل هذا الملف. طبعا هيو هذا الملف اسمه سيكرينيو. المهم تضغطوا عليه ضغطة مطولة وبتعملوا له نسخ او نقل. طبعا هذا النسخ وهذا النقل، مرات بيكون مكتوب معك كلمات وهم بيكون في اشياء. المهم انتو بتضغطوا يا هادي يا نقل وهي النسخ. فانا راح اعمل له نسخ. بتروحوا على وحدة تخزين الجهاز، بعدين بتروحوا على ملف اسمه اندرويد، بعدين بتروحوا على داتا، بعدين بتروحوا على هذا اول واحد بيكون اسمه كوم دوت اي ان ان اي ار اس ال. المهم في له كمان تكملة مش مهم. المهم هي مش راح تكون عندكم اول واحدة، بس انا مرتب عندي اول واحدة معرفش ليش. فالمهم اي أيوة، ولا ايش بتدخلوا على فايلز. ايوه هون توصلوا، هون تعطوه لصق. هنا هون بيطلع لكم هذا الكلام، يا هون محل بدل هاي بيكون مكتوب لكم استبدال. انتو يا بيطلع لكم استبدال يا حفظ فوق. انا بحط حفظ فوق، فهاي كمان عشان تتأكدوا. دقيقة هاي برفع هاي، هاي امونج اس. طبعا بس تفتح اللعبة برجع لكم. طبعا متخافوش، مش راح اغش ولا بشغلة. هاي هيك اقولكم خلاص، خليكم معي هاي عشان تتأكدوا انه انا مش راح اقص ولا شغلة من الفيديو، مش راح اقيم ولا شغلة من الفيديو. فيلا دخلي. طبعا شباب انا عندي لعبة امون قصب، معلش ليش بتطول كتير، مش كتير يعني بدها نص دقيقة تقريبا. فيب خلينا نستنى. يا رب تفتحي بسرعة. يلا افتحي. انتو بتعملوا الفيديو نكست عادي؟ ايوه خلاص مش ضروري تعملوا نكست. هاي على اونلاين، بروح على فايند جيم، راح انزل انا تحت عشان اورجيكو عشان يقعد وقت قبل ما يدخل. هاي بي دي خلاص، هاي كريت جيم كونفورم. فهاي كونفورم هلا بدخلني. ايوه هاي الاجياء عندي يا شباب مفتوحة عادي طبيعي. هاي بيكون هاي هذولا، هيدا شرطي هادي، وهاي القبعات، هاي بيكون هاي كل شي. هاي هذولا جديدة، وهاي وبكون في كمان بالنص في أشياء جديدة يعني زي هاي، في هاي بعرفش مشتاق منها، في هاي في أكتر من شغلة كتار يعني هما. وهاي على البيت يعني عشان تشوفوهم أوضح. هاي على هاي كل هذول عشان تتأكدوا إن الطريقة شغالة 100% وفعالة 100%. هاي كل هدول، هاي البيت، وهاي السكين، هدول السكنات. في عندكو هذا السكين وهذا السكين وهذا السكين وهذا السكين وهذا تبع الشرطي، وهذا تبع الدكتور، وهذا تبع المحامي واللي هو وهذاك وهذا وهذا. طبعا انتو بتقدر انكو تجيبوهم يمكن بطرق تانية. طبعا في الناس بيقعدوا ينزلوا مواقع وهي قد انا لا بدون برامج ولا اشي. هاي جاهزات قدامك، وهي كمان بدي احط لكم سكن الدكتور. يلا هاي، لا هاي بديش سكن الدكتور، بدي هاي سكن تاج الملائك. وهات لي هاي، هات هذا معلش شو دخل، بس المهم هاي سكن. وهاي هذا 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 احلى واحد. وهاي كلارز، فعندكم انتو خيارات كتير عشان تختاروا. فياب هذا وبس، هذا كان فيديو لليوم. لا تعطوني لايك شير سبسكرايب. كان معكم حمزة من قناة حمزة 565.
سلام.